طريق هدافه الأرجنتيني سيباستيان تاغليبويه بعد عمل كبير وفرد من لاعبه دامين دياز. قبل نهاية الشوط الأول الشارقة يعادل النتيجة عن طريق لاعبه المتوهج مؤخرا أحمد خميس بعد خطأ من مدافع الوحدة حمدان الكمالي. سيل من الفرص الضائعة خصوصا من فريق الوحدة في الشوط الثاني، لكن النتيجة انتهت بهدف مقابل هدف. هناك